وجاء هذا الموضوع بناء على الخطاب الملكي السامي في خطاب العرش لهذه السنة، حيث قال جلالته كما يجب الإصلاح بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، وانتهى بالرفع من فعاليات الاقتصادية المطالبة بمديريات جهوية تبع النفوذ الجغرافي للغرف. بعد التوصيات اليوم أساسية، اليوم عقدنا الدورة الثالثة العادية لغرفة طنجة المتوسطية، واللي جدول الاعمال كان غني، فيه النقط اللي حنا برمجناها وفيه نقط اللي اقترحوها الاعضاء، بحكم ان القانون كيسمح للاعضاء مكاتبه الغرفه في اجل لا يتعدى 4 ايام قبل الدوره، وبالتالي كانت هناك واحد النقط اللي اقترحوها الاعضاء واللي جعلت انه جدول الاعمال كان شويه غني وطويل. في اطار النقاش الاعضاء كانوا حداهم جميع المنظراء اللي كيمثلوا وزارة الصيد البحري، وكان التفاعل آني، كانت الأسئلة آنية وكانت الأجوبة من طرف المنظراء والمديرين آنية، وهذا عمل جد مستحسن جد مشكور، كون أنه يحضروا معك جميع المديرين ويكون الأجوبة آنية ويكون تفاعل ويكون عمل مشترك، وهذا الشيء ما عشناه مؤخرا مع وزارة الصيد البحري خلال هذه السنوات الأخيرة مشكورة. فاحنا رفعوا توصيات إعادة الهيكلة ديال الغرف الصيد البحري، مراجعة القانون المؤطر، وإجراء القانون المؤطر المستخدمي غرف الصيد البحري باش تكون أريحية في العمل وتكون إنتاجية أكبر، المطالبة في الرفع من الميزانية، وهذا مدخل جعلنا أن نناقشوا مجموعة ديال القطاعات اللي هي مخصصة لقطاع الصيد، من قطاع الصيد البحري إلى مجموعة المؤسسات، ومنها بطبيعة الحال الجماعات المحلية، بحكم أن البيع الثاني خرج الأسواق، والثاني كنخمو أو كنطلبو أو كنرفعو حوار أو كنفتحو نقاش على الصعيد الوطني، أن ربما هاد القطاعات خصها التحويل ديالها إما المؤسسة العلمية اللي هي المعهد الوطني للبحث العلمي، ونحن في حاجة إليها وإلى خدماتها لتحسين المردودية وخاصة في البحر الأبيض المتوسط، أو إلى ميزانية الغرف الصيد البحري باش تكون عندها إمكانية أهم وأحسن، وتكون عندها ميزانية مهمة اللي يمكن لها نتماشوا مع النداء جلالة الملك اللي جاء في الخطاب الأخير، واللي من خلاله تم توجيهات ديالو الحكيمة نحو تفعيل المؤسسات بجميع حيثياتها. المستوى اللي وصل له الحوار والعمل البناء ما بين وزارة الصيد البحري والمهنيين بهذا الحضور المباشر وبهذا النقاش المفتوح بصدى رحب مع المهنيين يجب الإشارة به، ونكونوا واضحين، ويكون هذا واحد النوع ديال الميساج اللي غادي نقولوا لجميع الاخوان عاملين قطاع الصيد البحري. احنا على مقربه من انتهاء واحد الفتره يعني انتدابيه ديال واحد الحكومه اللي فيها واحد الوزاره كان على راسها واحد الوزير اللي اشتغل لي تقريبا 10 سنوات. الاخوان اللي كانوا حاضرين التدخلات ديالهم خرجوا بخلاصه ان هناك كان عمل جبار، هناك عمل ايجابي، التلخيص ديالو كيبدا من صفر، كنا فيما يتعلق بلي بلون دوميناجمون الى اليوم عندنا 95 الى 99% بلون دوميناجمون لجميع الانواع ديال الصيد الاسماك اللي كنصادوها في المغرب، وهذا العمل هذا ما يمكنش التلخيص ديالو، وما يمكنش نجيو في نهايه واحد العمل مضني ديال 10 سنوات ديال اليوتيس واحد، ونحن نطالب باليوتيس جوج ونحاولوا نبخصوا به او نحاولوا نسيسوا او نحاولوا نخرجوا على المسار ديالو الصحيح، لانه احنا اليوم في المغرب وراء جلاله الملك محتاجين جميع القوى ديال المغرب، محتاجين الى حوار اللي هو بناء، حوار اللي هو شفاف، حوار اللي كيرتكز على ارقام، واليوم قطاع الصيد البحري يسجل ارقام، يمكنناش نغطيوها بالشمس نغطيو الشمس بالغربال، يسجل ارتفاع الصادرات من 1.2 مليار الى 2.4 مليار ديال الاورو، يسجل من صفر ديال بلون دوميناجمون الى 99% ديال التغطيه ديال المغرب، يسجل الفي ام اس اللي ولات المغرب رائد في الدول الافريقيه، كيزوروه دول باش ياخذوا منه العبره، كاين مراقبه ديال جميع الاسطول المتحرك على المياه المغربيه، يسجل تغطيه جميع القوارب ديال الصيد التقليدي بالصناديق العاجله، وهذه مبادره، نسجل ابحار واحد وابحار جوج والاستفاده الماديه اللي استفاد منها الاسطول،
نسجل العمل بالراحه البيولوجيه اللي ما كانوش كاع يعترفوا بها المهنيين، واليوم ولا المهنيين هما اللي كيطلبوا بها. نسجل الراحه بالتناوب واحد المجموعه ديال المناطق، نسجل الكميه الهائله في ارتفاع ديال المصايب ستوك الصيف الجنوب، مع ايجاد سياسه مبنيه على العقلانيه والتناوب والراحه البيولوجيه اللي حفظت على الزياده في عدد المراكب، ولكن في نفس الوقت حافظت على الاستمراريه في الكميه المنتجه. اذا هذا الشيء كل شيء يجب ان نسجله بايجابي. فعلا حنا في البحريه المتوسطه عندنا نقص، عندنا مشاكل، ماشي مير بارطاجي، هذا مشكل اخر يجب العلاج ديالو بطريقه اخرى. سوف لا ننأى بان انفسنا على يعني الزياده والعمل المستمر والمضني الى جانب وزاره الصيد البحري باش نحلوا هذه المشاكل هذه، باش نحاولوا نمشيو بالقطاع ديالنا في المنطقه ديالنا الى الامام. ونتمناو كما قلت في الاول وكما جاء في التدخل ديال الاخوان، انه بعد انتهاء اليوتيس واحد نعيشوا النسخه ديال اليوتيس جوج، بعيد على المباخصات والزيادات السياسيه، ولكن توجها نحو المصالح ديال قطاع الصيد البحري، ونمشيو لقدام ونشوفوا المصلحه العليا ديال البلاد. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.